هو الدمار من جديد. ولا عنوان آخر لهذه الحرب التي جرت كوارث غير مسبوقة على أوكرانيا، ستشرد الآلاف مع تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون. يتبادل الطرفان الأوكراني والروسي الاتهامات مرة أخرى، لكن الثابت الوحيد الواضح للعيان هو غرق نحو 80 منطقة سكنية سيصبح أكثر من 22 ألف نسمة من سكانها مشردين. في الرواية الروسية كثير من التفاصيل تلقي باللائمة على القوات الأوكرانية بقصف الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرمائية في السد، مستدركة أنها كانت قد حذرت من لجوء كييف لمثل هذه الهجمات للتقدم عسكريا في خيرسون. من ذات النقطة الأخيرة التي انتهت عندها الرواية الروسية، يؤكد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية فجرت المحطة الكهرمائية من داخل سد كاخوفكا خلال الليل، والهدف الأساسي هو إبطاء الهجوم الأوكراني المضاد. وبالفعل كانت القوات الأوكرانية قد أعلنت تحقيق مكاسب عسكرية قرب مدينة باخموت، قالت إنها ستمهد لهجوم شامل لم يحدث بعد. وفي المعسكر المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية بمنطقة دونيتسك، وألحقت بهذه القوات خسائر بشرية وصفتها بالضخمة. لكن الجانب الأخطر من هذه الاتهامات هو تصاعد توقعات الطرفين بقيام الآخر بهجمات بقنابل قذرة تتكون بالعادة من متفجرات تقليدية معبأة بمواد مشعة. هذه الدعايات والدعايات المضادة تزيد من حدة الصراع بين الطرفين، ودخول الحرب بأطوار غير مسبوقة يبدو أنها لا تهتم بالمطلق بهذه الكوارث الإنسانية التي تتلاحق في هذه البقاع الجغرافية التي فرقتها إيديولوجيات الانتماء لأحد المعسكرين الروسي والغربي، اللذين يدفعان العالم مرة أخرى لمواجهة ستكون تكاليفها باهظة على البشرية ما لم تضع محددات عملية مقبولة لعملية سلام تنهي الحرب في أوكرانيا.